اليوتيوبر والبلوجرز دول هناخد منهم لازم يفتحوا ملفات ضريبيه. دكتور سيد، اولا مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ احمد. اولا القرار ده قرار مفاجئ، كان بناء على دراسات ان انتوا عرفتوا الناس دي بتكسب فلوس ولا لا، والحد قد ايه المبلغ اللي احنا بنتكلم على، نص مليون جنيه في السنه، وده بيعني ايه ان احنا بنواجه ولا بنحصل ضرائب، لانه حق ان احنا لازم نحصل ضرائب من الناس اللي تكسب. تسمح لي ابدا من حيث حضرتك انتهيت. اتفضل. حضرتك قلت يعني مقدمه ما شاء الله، حضرتك بتقول انا بسدد ضرائب. نعم. وانا شخصيا حضرتك اللي بيكلم حضرتك ده، انا بسدد ضريبه قبل ما اخد مرتبي. نعم. فعايز اقول احنا نسبه الالتزام بتاعتي وبتاعت حضرتك 100%. اه. مفيش اي تهرب ولا نسبه حتى نقول 1 من 10%. الحمد لله. عشان كده احنا ما عملناش جديد، احنا كل اللي احنا بنقول عليه، انا عندي كان 91 سنه 2005، بيتكلم على اي حد بيمارس نشاط ايا كان النشاط ده ايه، المفروض بيفتح ملف ضريبي. طيب لو بصينا على الجماعه دول، الجماعه دول يعني حقيقي بتكلم على الناس اللي بيعملوا مقاطع فيديو، سواء المطربين اللي بيعملوا مهرجانات او بيعملوا مقاطع تمثيل او اغاني، او في ناس بيعملوا ترويج لسلعه او لخدمه اللي هم البلوجرز. وعايز اقول لحضرتك كمان مقاطع الفيديو اللي بيعملوها بعض اصحاب المهن زي الاستشارات القانونيه، استشارات ماليه طبيه. انا طبعا مش قادر احصر كله في 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 حديثي مع حضرتك، ولكن عايز اقول كل الناس دي بتحقق ايراد، والناس دي كلها تكسب وتحقق ارباح. فين حق الدوله؟ اين حق الدوله؟ احنا كانت مشكلتي في الفتره اللي فاتت هي معلومه، ولكن حقيقه يعني احنا بناء على قرار معالي وزير الماليه والبيان اللي طلع النهارده دوت، رغم بالك بياكد على ان احنا اوريدي بقى عندنا وحده تجاره الكترونيه موجوده في المصلحه، وانا بتشرف بالاشراف عليها. الوحده فيها عناصر مميزه، ازاي هما لهم علاقه او ازاي يتعاملوا مع هذه المنصات وهذه الوسائل الالكترونيه في حصر المجتمع الضريبي. معايا بروتوكول اوريدي ابرمته مع وزاره الاتصالات عشان خاطر احصل على المعلومه اللي انا محتاجها، اللي انا اقدر احصل او احقق بيها المعلومه اللي انا خدتها، اللي هي بتقول ان في ايراد ايه اللي اتحقق، وابدا احصل ضريبتي عليه. عايز اقول من هنا كانت يعني بنقول قبل ما انا احول حد للتهرب الضريبي، اناشد الناس دي، وزي ما معالي الوزير من كام يوم عمل بيان عشان خاطر وحده التجاره الالكترونيه او عشان خاطر التجاره الالكترونيه والناس تمتثل وتبدا تسجل عندي في المصلحه، زي ما طلع بيان مع رئيس المصلحه اليوم استاذ رضا عبد القادر خبرك عشان خاطر يطالب هؤلاء الناس. لان انا الفتره اللي فاتت حولت 4 حالات للنيابه، انا مش محتاج لا معلش يا دكتور انا اسف، حولت 4 حالات عباره عن ايه؟ حضرتك الحالات دي تجاره الكترونيه. كويس. الناس دي مش فاتحين ملفات ضريبيه المصلحه. اتحولوا طبعا، احنا مش انا مش يعني انا مش عايزه يعني يعني احنا كمصلحه ضرائب، انا مش حاجه تبسطني او هتسعدني ان انا احول حد للتهرب. وعارف حضرتك التهرب بنتكلم في جريمه غير انها مخله بالشرف. مخله بالشرف. حضرتك بنتكلم في سجن من 3 سنين ل5 سنوات. بتكلم حضرتك على باخد ضريبتي واخد ضريبه التاخير اللي عليها مقابل التاخير او الضريبه الاضافيه، وهاخد تعويض وهاخد غرامات. يعني عايز اقول يعني يا جماعه لازم الناس تدرك ان الوضع اختلف. انا دلوقتي اصبح وقفت واقف يعني على ارض صلبه، ان انا معايا معلومه وان انا اقدر اخد اجراءات قانونيه شديده جدا مع هؤلاء. كامل العدد يا فندم، هو مش كامل العدد، هو في جزء منهم اوريدي متسجل عندي في المصلحه، عشان كده احنا بنقول اللي يبلغ حد التسجيل في قيمه مضافه يبدا بقى كمان يحصل على يعني يقول لي يقر عن ايراداته الحقيقيه او ويفتح ويحصل على شهاده التسجيل. تسجيل دي قيمه مضافه ضريبه غير مباشره. هو مش هيحصل، مش هيعمل غير يعني هو ناقل لعبء الضريبه، هيحصل الضريبه وراه، مش بيتحملش ضريبه، لكن هو الضريبه اللي بيتحملها هي ضريبه على الارباح. الحاجه الوحيده اللي وده زيه زي حضرتك زي اي حد في الدوله بيتحصل منه ضرائب او بيكون بسداد ضريبه. المفروض ان هو برضو الناس دي تبقى حريصه على حق الدوله، حريصه على ان احنا في ناس منهم في السجن يا دكتور، في ناس من اللي حضرتك بتتكلم عليهم ده في السجن، هتحاسبه ازاي؟ في السجن ازاي يا فندم؟ محبوسين في قضايا. حضرتك مش قضايا ضرائب لسه، قضايا اخرى. ولكن منهم اللي كانوا بيشتغلوا الشغلانه دي، بيعملوا فيديوهات وتعمل يعني ارقام. تمام. بحجز يا فندم حضرتك على ما لديهم من املاك. حضرتك بقول لك انا ليا ضريبه، بقدر ازاي، انا عندي كل السبل وعندي القوانين وعندي الاسانيد اللي انا اقدر احصل بيها ضريبتي،
سواء بالحجز، سواء كانت على اموال في البنوك، سواء على منقولات او ايا كان. رغم لك انا ما بسيبش، مش هنسيب حق الدوله ان شاء الله. ان شاء الله. طيب مطرب المهرجانات والحاجات والفلوس هتحاسبه ده كمان؟ كله يا فندم، ده المفروض ان الناس دي كلها على فكره اوريدي، يعني معظمهم، الغالبيه العظمى منهم متسجل، بس الفكره كلها ان هو يا ترى بيقر عن حقيقه ايراداته ولا لا. هو الناس فاهمه او يعني فاهمين ان احنا الكلام اللي ده اي رقم انت هتحطه لي في الاقرار خلاص انا ما اعرفش حاجه عن الباقي. لا طبعا مفيش الكلام ده. احنا دلوقتي اصبحت لبقى دي معلومه، والناس دي اللي ما بيقولش انا هقارن ايراداتها من خلال هذه المواقع واشوف الاقرار انا متقدم فيه ايه المبلغ اللي تم الاقرار عنه. وبالفروق دي على فكره هيتحول لتهرب لو هو لم يمتثل، ويجي يبدا هو يمد ايد العون لينا ويقول انا همتثل وانا في فرق عندي في ضريبه وانا هدفعها وانا خد بالك عايز اتصالح مع المصلحه في الاسقاط اللي مبيعات دي والايرادات دي. لا يعني بيدفعوا جزء بسيط ولا ما بيدفعوش اصلا؟ يعني هو مسجل بيدفعوا يا فندم، ولكن المبالغ اللي بيدفعوها ضئيله لا تقارن بالمبالغ اللي بيقوموا بتحصيلها او بالحصول عليها. ملايين ولا مئات الالاف؟ لا يا فندم ملايين طبعا، حضرتك استاذنا في ذلك ومتابع جيد حضرتك. احنا بنتكلم على مشاهدات، وبنتكلم حضرتك على الايرادات اللي بتتحقق، واحيانا كمان بتبقى بالدولار. يعني عايز اقول لا، في طبعا احنا في متابعه شديده جدا عندي، الوحده فيها عناصر متميزه، عندي متابعه، عندي مباحث التهرب الضريبي، عندي مباحث الانترنت. كل دي كلها جهود متضافره متكامله مع بعضها، وعشان خاطر نقدر احنا نحقق حق الدوله ان شاء الله. عندنا كم واحد بلوجر رصدينهم ولا الرقم لسه؟ لا لسه يا فندم حضرتك، احنا بس احنا بدأنا نقول ان احنا يعني بنمد ايدنا كده بشكل ودي، وبنقول يا جماعه ابدأوا تنضموا للاقتصاد الرسمي، ابدأوا تنضموا للمنظومه الضريبيه. احنا مش في مصلحتنا ان اي حد يضار، احنا عايزين ضريبتنا وليس فقط. الصفحات الشخصيه اللي عنده صفحه شخصيه، هل دي بيحاسب ولا ما بيحاسبش؟ لا حضرتك، هو الصفحة الشخصية هو بيعمل بها ايه او بيعمل عليها ايه؟ هل يا ترى هو بيتاجر في سلعة او بيروج لسلعة او بيعمل عليها ايه؟ هو حضرتك لو انا عندي اي حد عنده صفحة وبيكتب فيها دردشة وكلام والكلام ده كله، هاخد بالك انا لا يعنيني، ولكن هو لو بيعمل بقى فيديوهات وليه حجم مشاهدات وليه ناس متابعين، وخد بالك والكلام ده بيتقاضى عليه اجر من الشركات المتخصصة في الانترنت، اكيد طبعا دي ايرادات كلها بتحقق وانا ليا ضريبة عليها. بتعرفوا ازاي انه خد فلوس من على الفيديوهات ديت؟ حضرتك في لنا طرق، ما بقى حضرتك يعني ما ينفعش ان انا اقصى عنها يعني ان شاء الله. بتيجي من منبع على حسابات الناس. بالظبط كده، بالظبط كده، مش كده؟ بالظبط كده، فنقدر نعرف يعني ان شاء الله. طيب الحاجه، معلش، الحاجه الثانيه المهمه، التطبيقات طيب اللي موجوده، هل التطبيقات دي عليها ولا بتخضع لاجراءات اخرى؟ بمعنى ايه يا فندم؟ عامل تطبيق معين، ادخل على التطبيق ده اشتري مش عارف منين، هات ايه الكلام ده؟ هل ده ولا ده مش تبعكم؟ لا حضرتك اي حاجه تبعنا، قصدي حضرتك بالك اي حاجه تبعكم. زي حضرتك احنا مثلا لو حضرتك بتتكلم على التطبيق، ما هو التطبيق ده اوريدي مثلا كان متاح مثلا في شركه اوبر. حضرتك بالك ده اتاحه التطبيق واستخدامه من قبل السائق او صاحب السياره وبين المتلقي الخدمه التوصيله، هتاخد بالك احنا بناخد، لا احنا اوريدي اتسجلت والشركه وبتدفع ضريبه. عايز اقول يعني احنا بنتكلم على حق الدوله، بنتكلم على ما لي حق فيه. واحنا عندنا مركز اتصالات، اللي عنده استفسار عايز يستفسر ويشوف هل يا ترى الكلام ده صح ولا غلط، او عايز يستفسر ليه استفسار يتاكد من اللي احنا بنقوله، عنده مركز اتصالات عندنا موجود رقمه 16395، عندي وحده تجاره الكترونيه موجوده في مبنى المحموديه في طريق الاستراد في المعادي جنب موقف صقر قريش الدور الارضي. حضرتك كل حضرتك الكل الاتصالات اللي موجوده واللي عايزه تطرح هيلاقوا لها اجابه، واجابه فوريه ومساعده كمان، ايه اللي هيعمله وايه الاجراء اللي ياخده. دكتور دلوقتي في بعض الناس بقى لهم سنوات يطلعوا يعمل لك فيديو طبخ مثلا، او فيديو يعني علاج ناس، فيديو تاني بيدي استشارات قانونيه مثلا او كذا، هل ده بتحاسبه عليه؟ طبعا حضرتك ده نشاط تجاري، نشاط يا فندم، نشاط وبيتكسب منه ويتربح منه. نشاط، حضرتك بتعتبره ده نشاط؟ طبعا حضرتك اللي ما يندرجش تحت النشاط التجاري والصناعي يندرج تحت النشاط المهني. حضرتك انا يعني الضريبه زي ما حضرتك عايز، في عندي ضريبه دمغه، عندي ضريبه كسب عمل، عندي ضريبه على النشاط التجاري والصناعي، ما لم يندرج تحت دول فعندي النشاط المهني عشان خاطر يلم لي بقيه الانشطه اللي بتحقق ارباح.
طيب انا رحت طلعت مثلا، مش انا يعني، في ناس بتعمل كده، انه راح محل من المحلات طلع وخد وقعد اتكلم، تعالوا المكان ده كذا، اللبس ده شكله ايه، اقعد اقيس ازاي، اقول ده، تعتبر ده ايضا نشاط؟ طبعا دول حضرتك بلوجرز، دول بيروجوا السلعه. اه لك في بعض السيدات بتطلع بتلبس مثلا لبس بتاع محل معين وتستعرضه ودول بيبقى ليهم متابعين، ودي بتتقاضى اجرها من المحل اللي هي بتعمل له كده، اللي بتروج له السلعه بتاعته. فطبعا دول بيتقاضوا اجر، والاجر دوت المفروض ان هو ده ايراد وفي ربح بيتحقق، اللي المفروض بيتحصل عليه ضريبه. فده بتعتبره كمان لازم يدخلوا معاك ويحاسبوا. بص يا فندم حضرتك، كل من يتربح على ارض الوطن هتاخد بالك المفروض يؤدي للدوله حقها. كل يعني قولا واحدا. يدي الدوله حقها. بس. السنه دي توصلوا لكام ان شاء الله؟ ان شاء الله زي ما صرح كده معالي وزير الماليه اقتربنا على تريليون ان شاء الله. اقتربنا على التريليون. ان شاء الله. طيب امتى الناس تروح تجي لكم، امتى تسجل اللي يفتح ملف ضريبي؟ المكاتب حضرتك المصحة ما بتقفلش خالص، موجودة. حضرتك يبدأ يتوجهوا عندي، وقال حضرتك وقت التجارة الإلكترونية موجودة. توجه الناس عندي، اللي عايز مش عايز يجي وعايز يعني يوفر مجهوده ووقته، عندي 16-39 ده الرقم الاتصال الخط الساخن بتاع مركز الاتصالات، يتصل عليه حضرتك وياخد المعلومة كاملة، هو يتوجه فين وهيروح فين وهيعمل ايه، وكل المساعدة الكاملة من أول ما يبدأ يتصل لغاية ما تكتمل الخدمة دي إن شاء الله. هم بيخضعوا تحت انهي رقم؟ 22 ولا 25 ولا 10 ولا 5 ولا انهي؟ ولا حسب الدخل؟ ده حسب الايراد، هو الايراد طلع لفين؟ وصل لفين؟ انا عندي شرايح بتكلم حضرتك في 10 وبعدين بتكلم في 15 وبتكلم في 20% و22.5، يعني حضرتك في تدرج في فئه الضريبه، فاحنا ده غير طبعا حضرتك لو في اعفاء بياخده في البدايه، يعني عايز اقول ان ده ومعايا كمان دلوقتي قانون 152 ده، يعني احنا كنا بنتكلم فيه لسه بناء على بيان معالي وزير الماليه من 4-5 ايام، دعوه للناس اللي بتتاجر الكترونيا عند قانون 152 الخاص بالمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، بيقول للناس تعالوا، يعني بيقدم مجموعه من الحوافز الضريبيه غير مسبوقه، غير مسبوقه ولن تراها اي مشروعات بعد كده. انا بقول لك عندي المشروعات دي المفروض ان انا لو اقل مبيعاته او ايراداته اقل من 250,000 بيدفع 1000 جنيه في السنه. ويستمر على الوضع ده لمده 5 سنين الى ان تزيد ايراداته ويبدا يدخل في الشريحه اللي بعدها. الشريحه اللي بعدها اللي هو اكثر من 250,000 واقل من 500,000 بيسدد 2,500. لو اكثر من 500,000 واقل من 1,000,000 بيسدد 5000 جنيه بضريبه مقطوعه، وليس لي عنده لا فحص ولا ليا عنده ان انا بتردد عليه ولا بقول تأديب ولا بقول رجل يعني يطعن او يتظلم من التأديب او حد يفتش على ورقه. ما فيش يا فندم رقم كلام مقطوع. نلتقي بعد 5 سنوات. نلتقي بعد 5 سنوات. اعتقد ان ده طبعا ده عشان ابص اذا كانوا اتنقل للشريحه التاليه ام لا. طيب دلوقتي في ناس يعني من غير ما لو في مجال حتى الاعلام او في الفن مثلا او الرياضه او كذا، اللي هو الناس بيشتغلوا في المجال ده، عنده شغله او دخله الخاص من الشغل بيعمله، وعنده اللي هي الفيديوهات، هل حاسبه على الاثنين ولا هو بيدخل مره؟ هو حضرتك هو عنده اوريدي ملف ضريبي بنشاط معين، وعنده ملف ضريبي بالظبط، يحط حضرتك بقى في اقراره الايرادات الثانيه الاخرى اللي هو بيغفلها او بيسقطها، لان كده بيعمل اسقاط لايرادات اخرى هو بيحققها. نعم. يضيفها يا فندم، يضيفها عشان اقدر احاسبه عليها طبعا، لان حضرتك باثر رجعي ولا ما عندكوش حكايه الاثر الرجعي دي؟ لا يا فندم، هو حضرتك لو حب يوفق وضعه في ظل لو هو فاتح ملف ضريبي وهو اوريدي بيعمل تجاره مثلا نشاط تجاره او صناعي او غيره، هتاخد بالك الا 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 اذا كان نشاط مهني يعني او خدمات مهنيه، ده بيبقى خارج الموضوع. لو هو كده هو اوريدي خلاص بقى اصبح خاضع لقانون 152 لسنه 2020 اللي هو خاص بالمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. طبعا ده ما قلت حضرتك ده عليه ضريبه مقطوعه، الا اذا هو فضل وشاف ان هو لما يمتثل الاحكام القانون 91 او عايز يتحاسب بكل الاحكام 91 فهو بيقدم طلب لينا بيقول له خد بالك لا والله انا عايز استمر زي ما انا في ضريبه الدخل، وعايز انا حابب ان انا اتعامل بهذا القانون وانا مبسوط منه. حضرتك في الوقت ده استمر معايا زي ما احنا مستمرين حاليا دلوقتي. اما فيما عدا ذلك الناس كلها اللي اقل من 10 مليون جنيه اصبحوا تابعين لقانون او خاضعين لقانون او احكام قانون المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر لسنه 2020 152 لسنه 2020.
اللي أقل من 10 مليون. تمام تمام. آه. واللي بعد كده؟ بعد حكي لحضرتك في عندي بقى لما بيزيد عن المليون يبقى أقل من 2 مليون عندي 0.5%، عندي لو زيادة دي بقى المشروعات الصغيرة. الثانية الأولانية كنت بقول عليك المجموعة الأولانية كانت متناهية الصغر. دي المشروعات الصغيرة لو هو أكتر من مليون وأقل من 2 مليون 0.5%، لو كان أكتر من 2 مليون وأقل من 3 مليون بيدخل 3.25% يعني 75%. لو وصل لأقل يعني زاد عن 3 مليون وبقى أقل من 10 مليون حتى ولو جنيه بيبقى بيخضع ل 1%، الإيراداته بيتحصل عليه ضريبة مقطوعة 1%. دكتور سيد صقر بشكرك شكرا جزيلا.